على كل الاحوال خلينا نقول ان سواريتش يعني صرح بانه سعيد بتولي مهام تدريب الفريق في ظل جماهيره الغفيره اللي بتعشق النادي واللي بترتبط بيه بشكل كبير جدا. قال انه عنده انطباعات ايجابيه عن جماهير النادي الاهلي وعن دورها الكبير في تحقيق البطولات المختلفه، وصرح بانه بيتمنى ان يلعب الفريق مبارياته القادمه امام اعداد غفيره من هذه الجماهير. الحقيقه واضح جدا انه بيشتغل زي ما قلت لكم على الجانب الحماسي بشكل كبير، واتمنى ان الموضوع ده ان شاء الله يؤتي ثماره مع الفريق في القريب العاجل باذن الله. بص، في نقطه برضو عايزه اتكلم فيها بصراحه مهمه، هو قصة هنا ان واحنا قلنا الكلام ده على فكره قبل ما يتم حتى طرح هذا الاسم للوسط الاعلامي او حتى من الجانب البرتغالي، احنا كنا بنتكلم ان احنا عايزين يعني او احنا بندور على شخصيه مدرب برضو قويه في الاول وفي الاخر او لها تاثيرها، ومش عايزين مع طرح الاسماء ان يكون في اي تقييمات مبكره. يعني فكره ان انا اول ما اطرح اي اسم ويبتدي يبقى التعليقات، طب هو السي في بتاعه ايه، طب هو عمل لنا ايه، طب هو بيعمل ايه، في حاجات او في اسماء على فكره كتيره جدا ارتبطت بنوادي والسي في بتاعها اكثر من رائع، وده مش بس في مصر، انا بتكلم في العالم كله، وممكن اقول من الاسم 10، ولكن مع قوه هذا السي في ما بيبقاش على الارض هذه القوه ابدا ولا النتائج المرجوه. فالقصه مش بس السي في، القصه شغل بيتم، خطط بتتحط، اداء، بداية تبقى كده زي ما احنا شايفين بصراحة لما أنا جاية وعندي الجهاز كامل معايا، وكمان الحديث عن دور الأخصائي الفسيولوجي والجهاز المتبع أو المطبع بجي بي أس والحاجات دي كلها، لا أنت بتتكلم في تقييم أو بتعيد تقييم مرة تانية منظومة، فده اللي احنا كنا بندور عليه على فكرة. فأنا متفائلة ومن الناس المتفائلة، ناس كتيرة جدا اتكلمت عن النقاط دي يا كريم، لأن أنت بتتكلم أن أنا جاي بقى ببني من البيز بتاعي، أنا مش جاي بس إيه بكمل، أنا ببني كمان من الأول وببني صح. فهو ده اللي احنا كنا عايزينه، احنا عايزين حد يطور الكرة، مش بس يكمل، مش بس يفوز لنا، عايزين تطوير في الكرة، ده مهم جدا. خلينا نتابع جزء من تصريحات سواريش، كنت هقول موسيماني لسه هناخد وقت على فكرة، هناخد وقت شوية، تصريحات سواريش لأن هي كانت مهمة جدا ونرجع نكمل. Antes mais boa noite a todos. Sim, foi importante esta vitória, principalmente para dedicar aos nossos adeptos, porque tivemos um jogo há pouco e não ganhámos e os jogadores queriam muito vencer para dedicar aos nossos fantásticos adeptos. طبعا قبل اي شيء المدرب بيقول مساء الخير للجميع، وبنهدي الفوز النهارده لجماهير النادي الاهلي، لان اخر مباراه يمكن كان النادي الاهلي ما حققش الفوز، فعشان كده النهارده الجماهير اللاعبين كان هدفهم ان هم يرضوا الجماهير بالفوز، وعشان كده المدرب بيقول قدرنا نأدي في المباراه من اجل الفوز ونهدي الفوز لجماهير النادي الاهلي. قدم شكاسير ك quero o anterior treinador e o nosso colaborador, o nosso treinador adjunto, o Sami, tiveram um papel fundamental para chegarmos aqui, não podem ser esquecidos. قبل اي شيء طبعا المدرب بيقول يعني احنا عشان نوصل المباراه دي كان في دور كبير للمدرب اللي كان قبلينا، وكذلك المساعد كابتن سامي قمصان برضو كان ليه دور ان احنا نوصل للمباراه اللي احنا لعبناها النهارده، ما ينفعش ننسى الادوار دي. Sabíamos que era um jogo difícil contra uma equipa de escalão inferior. عارفين ان هي مباراه الى حد ما صعبه لانها قصاد فريق من درجه اقل مننا. Mas que tenha preocupação de jogar bom futebol, é uma equipa com qualidade e só com um grande respeito por eles é que poderíamos evitar surpresas. وكان هدفنا النهارده ان احنا نقدم مباراه جيده يكون فيها كره قدم جيده مع احترام كبير للخصم عشان نقدر نتجنب منه اي مفاجات تحصل اثناء المباراه. Tivemos muito respeito por eles porque sabíamos que eles tinham qualidade. Os jogadores, os meus jogadores foram fantásticos, como eu disse, num contexto difícil. زي ما قلنا طبعا ان احنا احترمنا كويس جدا الخصم، عارفين ان هي المباراه هتكون صعبه، والحمد لله مع احترامنا قدرنا ان احنا نقدم مباراه رائعه وقدرنا منها ان احنا نفوز في المباراه ونعبر للمرحله. Nós sabíamos que hoje eu sabia que não iríamos fazer um grande jogo. Aliás, até acho que fizemos melhor do que aquilo que eu estava à espera. O مدرب طبعا كان على علم ان النهارده مش هتكون المباراه بشكل جيد جدا، ولكن بيقول مع كل ده قدرنا ان احنا نقدم مباراه اكتر او افضل بكتير من ما توقعته. A confiança não era a melhor, perdemos o último jogo, entrou um treinador novo com ideias diferentes
que requer algum tempo, era importante passar confiança aos jogadores e eles fizeram um bom trabalho nesse aspecto. Foram muito comprometidos, fomos uma família dentro do campo e isso foi determinante para ganhar. طبعا المدرب بيقول انا بوصولي كمدرب جديد لسه بتعرف على المجموعه، ولكن كان هدفنا ان احنا نقدر ندي ثقه للاعبين، اللاعبين يكتسبوا الثقه ومنها نحسس اللاعبين ان احنا اسره مع بعض وان احنا كلنا بنسعى لنفس الهدف، وده هيكون بالنسبه لنا حاجه اساسيه جدا من ان احنا نقدر نادي الشغل بشكل افضل برضه وان احنا نوصل لحاجه افضل من كده. Muito obrigado. E foi importante esta vitória porque o Ali vai disputar novamente uma final e é muito, muito importante para os jogadores, para o clube, vencer a final. O objetivo foi cumprido, que era o mais importante. Obrigado. طبعا بيشكرك وبيقول ان الحمد لله قدرنا النهارده نحقق هدفنا من ان احنا نفوز في المباراه نوصل منها لمباراه النهائي، ودي حاجه طبعا يستحقها النادي الاهلي ويستحقها اللاعبون بعد المباراه اللي قدمناها النهارده. طبعا ماتش امبارح حضرات كان مجرد فتح كلام استهلاله، يعني ما فيش داعي ان احنا نصدر اي احكام مسبقه غير لما الوقت الطبيعي والمنطقي يعدي، الوقت اللي بتحصل من خلاله عمليات التاقلم وتبان بقى التفاصيل، العلاقه اللي ما بينه كمدير فني وما بين اللعيبه وحجم الانسجام والتناغم، حتى قدراته امكانياته خصائصه وخواصه كمدير فني قادم من مدرسه كرويه، اعتقد ان هي ان شاء الله اكيد برضو هيبقى لها انعكاس طيب على اداء وعلى شكل الفريق الفتره الجايه باذن الرحمن.